السلام عليكم ورحمة الله. مقطع جديد من لعبة ون بيس باونتي رش، والنهاردة حابب نتكلم عن أحد المواضيع المثيرة للاهتمام في الفترة الحالية. وهو أول حاجة حابب نذكرها يا جماعة إن إحنا ما ننكرش إن الكثير من الأشخاص كانوا متوقعين في الاحتفالية الخامسة وكده إن الشخصية اللي تنزل هي تيتش، وطبعا أنا أحد الأشخاص دولا. فأول حاجة أنا حابب إن أنا أكد عنها إن نزول أوياجي أصلا مش منافي لإيه، مش منافي للتوقعات بتاعتهم. يعني التوقعات كانت صحيحة لأن بناء على ترتيب الأحداث اللي احنا متعودين عليه كان تيتش هو اللي عليه الدور إن هو ينزل. تمام، طيب خلونا بقى يعني نفهم. أنا بالنسبة لي الفيديو ده حابب أنا أتكلم عن إيه، حابب أتكلم عن إن لما الناس بدأت تلاقي إن أوياجي نزل وبعد كده نزل أودن أهون، فده بدأ يزود الشك عندهم إن ممكن ينزل نسخة تانية لكينج اوف ذا بايرتس ملك القراصنة جولدي روجر. ف ده طبعا موضوع يعني مهم جدا ان احنا نتكلم عنه بصراحة، وموضوع طبعا يعني خلى الواحد متحمس جدا يعني ننزل نسخة تانية لروجر. فالموضوع بجد يعني انتوا فاهمين عامل ازاي. بس ده اللي انا جاي بقى اتكلم عنه في المقطع بتاع النهاردة، هل ممكن ان ننزل نسخة تانية لروجر ولا لا، يعني من ناحية ان احنا نتناقش في الموضوع كده. طيب اول حاجة حابب ان انا يعني اتكلم عنها هو ايه بالظبط اللي حصل في الاحتفالية الخامسة. اللي حصل في الاحتفالية الخامسة ان في الاحتفالية الاربعة ونص او احتفالية المئة مليون تنزيل عشان ابقى اكثر دقة، نزل الجوي بوي اللي هو زي ما تقول كده بنختتم بيه الارك بتاع وانو. فضل بعد كده تنزل شخصيات بانفست، يعني منها شخصيات من ارك وانو، ومنها شخصيات مثلا كراسوس وبيلوبيتي مثلا كانوا يعتبروا تسليك ما لهمش علاقة اصلا بالارك. وبعد كده نزل قال لك عمل لك البث ونزل اعلنك عن مونوسكي والثور الاخضر ان هم ينزلوا اختتاما باللي هو ارك وانو وكده. فزي ما تقول كده احنا ايه، احنا شطبنا ارك وانو. فمعنى ان احنا شطبنا ارك وانو ان احنا يعني نعتبر وصلنا للي وصل له الانمي، لان الانمي لسه مخلص ارك وانو من قريب، فلسه بادئين في ارك الاجهاد. ف يعني زي ما تقول كده الشركة مزنوقة في الشخصيات اللي هي ممكن انها تنزلها اكستريم وكده. ف بصراحة انا ما كنت شايف ان في اي شخصية ممكن انها تنزل من الشخصيات اللي في ارك الاجهيد لغاية اللحظة اللي هي مثلا بتاعت ساعة لما نزل اوياجي وكده، غير ايه، غير تيتش. وفي طبعا برضو اللي كان شايف ان هو كان المفروض ينزل بعد قتاله مع لاو كمان، بس ده بيأكد نفس النقطة ان هو الاوبشنات او الخيارات اللي قدام الشركة وكده تعتبر اوبشنات ايه، اوبشنات قليلة، فاهمين. فاللي حصل طبعا ان هم عشان زي ما انتوا شايفين يعتبروا مزنوقين في الشخصيات اللي ممكن تنزل. وفي حاجة حابب ان انا انوه عنها يا جماعة، اولا هم اكدوا ان هم يعتبروا بيختتموا ارك وان. تمام، فكون ان احنا نرجع نتوقع شخصيات تنزل من ارك وان وكده، ده يعتبر ما هو الا تكرار مش اكتر، يعني مش اللي هو انا ماشي بترتيب احداث وبكمله. انما لو جينا من ناحيه ان احنا نمشي بترتيب الاحداث، ففي برضو ممكن يقول لك ايه، ممكن ريلي ينزل. ريلي ينزل دي صعبه لان يعني اولا هو يعتبر ما قتلش، تمام، وتاني حاجه هو الشركه اصلا ظلماه، يعني منزله ريلي الشاب، وريلي الشاب يعتبر نزل مانفست، ف هيجوا دلوقتي وينزلوا شخصيه اكستريم للي هو عمله، اللي هو عمل يعني اللي هو عمل اكبر منه، هو شاب كان المفروض ينزل ساعتها يعني اكستريم اكتر. فالموضوع هيبقى غير منطقي، يعني انت جيت في مثلا في الحاجه اللي هو بقى المفروض ذروه قوته هو والقوه اللي احنا شفناها ريلي الشاب وكده، جاي منزلوا شخصيه بوينت فيست ممسوحه في الميتا بتاعته دلوقتي، بعد لما جه مثلا واخرج الهاكي بتاعه ضد تيتش ومش عارف ايه وكده، دلوقتي تيجي تنزل له شخصيه اكستريم، انت اصلا المنطق بتاعك غريب، فاهمني. فبرضه ريلي انا كنت مستبعده. فالاوبشن الوحيد اللي كان موجود سواء بعد قتال لاو او قبل قتال لاو، ما علينا من النقطه دي، تمام، فهو كان مين، كان تيتش. بمعنى ان النقطه اللي احنا وصلنا لها من الكلام اللي انا قلته ده كله هو ان ايه، ان الخيارات او الاوبشنات تعتبر في الاحتفالات الخمسه، وانا اكدت عن الموضوع ده كتير قبل كده في فيديوهات قبل كده قبل الايه، قبل الاحتفال الخمسه وكده، ان الاوبشنات اللي قدام اللعبه تعتبر ايه، تعتبر قليله. فهم عملوا ايه، هم راحوا دماغهم ودخلوا في سكه تانية خالص، انه هنزل لك بقى ايه، نزل لك شخصيات اصلا ملهاش علاقه بترتيب الاحداث. اول حاجه بدانا باسو ياماتو، تمام، اسو ياماتو شخصيه تسليك. ليه؟ لان ملهاش علاقه اصلا بترتيب الاحداث دلوقتي، يعني بعد الجوي بوي اسو ياماتو مثلا ولا ايه، حتى ايس ده اصلا قبل ما ينضم لقراصنه وياجي وكده، فاهمني. ف اما نزل لك يعني وياماتو دي برضو قبل ياماتو الهجين، فهو ترتيب الاحداث ما عادش بقى ايه، ما عادش ماشي بيه خالص. اول حاجه نزل ايس وياماتو، وبعد كده نزل اوياجي، تمام، وبعد كده نزل اودن اهو. فترتيب الاحداث بتاعنا ما عادش ايه، ما عادش موجود. وبالتالي كون ان احنا
لو هما كملوا في السكه اللي هما ماشيين بيها دي، يبقى احنا كناس مثلا كنا متوقعين ان انا على ترتيب الاحداث تيتش هينزل، الكلام ده مش هيحصل تمام دلوقتي، الا بقى لما يبداوا يرجعوا لترتيب الاحداث تاني، وده ممكن ما يحصلش الا لما يبقى قدامهم مشاهدات كتير، ممكن في الاحتفال الخمسة ونص على فكره. ليه؟ لان ساعتها بقى يبقى قدامهم مشاهدات كتير، قدامهم تيتش شويه، قدامهم مش هينكس انه ينزل نسخه تانيه عادي بتاعت الكامسري او نسخه تالته عشان ابقى اكثر دقه اكستريم يعني وكده، بالاضافه الى عندك جارب جالاكسي امباكت، بالاضافه الى اللي هو او كيجي وكده، فهيبقى الاوبشنات عندهم كتير ساعتها، فممكن ساعتها يرجعوا لترتيب الاحداث تمام. فبناء على كده بقى، فعشان كده انا بقول لك ان اللي كان متوقع تيتش مش غلط اصلا، لان فعلا تيتش هو اللي كان المفروض ينزل بناء على ترتيب الاحداث، وده مش توقع اصلا، ده ترتيب احداث انت بتقوله بس مش اكتر، فاهمين؟ فدلوقتي بقى الناس بقى تتوقع بناء على اللي بيحصل دون وماشيين بترتيب معين، وبعد كده وفي الاعلام بتاع اس وياموتو مثلا ظهر روجر، واخدين بالكم وكده، فالناس بدأت تتوقع ان بناء على التسلسل بقى اللي هم ماشيين بيه في الاحتفال الخمسه دون ويجي وبعد كده اودن وكده، ان ممكن روجر ينزل له نسخه تانية. فدلوقتي بقى نيجي للنقطه بتاعت الفيديو، هل روجر هينزل له نسخه تانية ولا لا؟ بصراحه انا ما استبعدش حاجه زي دي، بس لو جينا بناء على المنطق، ف الشركه لما بتنزل شخصيات اكستريم اصلا عموما، سيبك بقى من موضوع الاحتفالي، انا زمان قبل الاحتفاليه الرابعه تمام، الشركه كانت ماشيه غالبا بنظام اللي هو ايه، الشخصيات الاكستريم بتنزل في مناسبه اللي هي الاحتفاليه، ما يعتبر ما فيش مناسبات تانية اصلا، هي الاحتفاليه وبس تمام، بينزل فيها شخصيات اكستريم، تستنى الاحتفاليه اللي بعدها ينزل شخصيات اكستريم تانية تمام. جيت بقى من بعد الاحتفاليه الرابعه بدا الموضوع يتغير شويه، يعني ياماتو لاجين مثلا يوم ون بيس العالمي، مش عارف الجوي بوي احتفاليه 100 مليون تنزيل، فده نظام هم ممكن يمشي بيه بعد كده، اللي هو مش لازم الاحتفاليه، بس برضه تظل حقيقه ان هو لازم في مناسبه معينه. فاحنا لما نيجي دلوقتي بعد انتهاء الاحتفاليه على طول، اللي هو بعد باكجات او اي وكده، ايه المناسبه اللي ممكن تبقى موجوده؟ انا مش شايف مناسبه بصراحه، يعني ممكن انها تبقى موجوده، ممكن مثلا عدد معين من التنزيلات، فما فيش مناسبه في دماغي يعني بالمناسبه دي تقوم نازله شخصيه اكستريم. بس هل ممكن انه يحصل كده؟ اه ممكن انه يحصل كده، بس انا شايف ان الاحتمال يعني مش كبير، يعني هو مش قليل بس مش كبير بصراحه، يعني لان برضو انا ماتش بستبعد حاجه زي دي من الشركه. يعني انت عندك مثلا جو بوي نزل بعد الاحتفاليه عادي، ما هو لو اكيد نزل وباكجاته خلصت تمام، والاحتفاليه خلصت، لان الاحتفاليه بتقعد شهر كامل بعد الاحتفاليه، فبانتهاء اصلا باكجات لو اكيد الاحتفاليه خلصت، بس لوفي جوي بوي نزل بمناسبه ايه؟ بمناسبه ال 100 مليون تنزيل. فهنا هل هيبقى في مناسبه معينه؟ ممكن روجر ينزل بالمناسبه دي، وهما لو كملوا في الاتجاه اللي هما ماشيين فيه دول مش هيكملوا ترتيب الاحداث، وبالتالي تيتش ما ينزلش تمام، مش عارف بصراحه. بس بناء على الطبيعي مش المفروض ان ننزل شخصيه اكستريم يا جماعه بعد الباكجات بتاعت اوياجي، لان الاحتفاليه هتكون خلصت، وانا مش شايف ان هيبقى في مناسبه معينه ينزل بعدها شخصيه. برضو في ناس كتير كانت بتقول ان ياماتو لاجين تنزل بعد زورو، وياماتو لاجين ما نزلتش بعد زورو ولا حاجه، نزلت في شهر 5، كنتش متوقع بصراحه خالص انها تنزل في شهر 5، كنت متوقع انها تنزل في شهر 7 تمام، بس نزل في شهر 5 بمناسبه وان بيس العالم. وعلى فكره انا كنت صح، يعني انا فعلا عندي حق ان انا ما اتوقعش انها تنزل في شهر 5. ليه؟ لان في ثلاث شخصيات اكستريم نازله في الاحتفاليه الرابعه، فكون ان انت قبل ما توصل الاحتفاليه اللي بعدها النصف سنوية اصلا تنزل لي شخصيه رابعه كمان اكستريم، فالموضوع فعلا عندي حق ان انا اتوقع انها ما تنزلش الا في الاحتفاليه الاربعه ونص، فاهمين؟ فالمشكله دلوقتي ان التوقع بقى صعب جدا، لان الشركه بقى بتعمل حاجات كتير جدا غير متوقعه، حاجات منها بتبقى ماشي ما فيش مشكله، يعني كون ان هم نزلوا لي حاجه كويسه جدا تمام، وحاجات منها بتبقى معطوبه، يعني كون ان هو نزل لك ياماتو الاجين في شهر 5 ده معطوب اصلا، ما فيش منه اي وجهه نظر، انت مش مراعي اللاعب خالص، يعني هيخترع لك جوار يعني ولا يعمل لك ايه؟ مش فاهمين الفكره. فممكن فعلا نتفاجئ بانه ممكن ينزلوا شخصيه اكستريم تانية بعد الايه، بعد اللي هو الباكج بتاعت اوجي وكده، ولكن يا جماعه الطبيعي انه ما ينزلش شخصيه اكستريم بعد الباكج بتاعت اوجي، ولازم تبقى في مناسبه بعد كده وينزل بقى ساعتها شخصيه اكستريم. لو هم رجعوا لترتيب احداث تاني المفروض الشخصيه الاكستريم دي تبقى تيتش، ولو ما رجعوش لترتيب الاحداث وممكن مثلا يعني عملوا ترابط بين الشخصيات اللي هم بينزلوها وبعضها وكده، وعلى فكره الشخصيات البوينت فيست اللي هتنزل هتعطينا تلميحات خدوا بالكم تمام، فممكن فعلا روجر ينزل له نسخه تانية. بس على فكره شهر 2 هيحدد، لان شهر 2 احتمال ان يحصل فيه تعديلات على بعض الشخصيات زي ما حصل في السنة اللي فاتت، ويوم 16/2 حصل تعديل على ايه؟ على تيتش وشانكس مارين وكده، فممكن يجي هنا في اللي هو شهر 2 ونشوف ان هم بيعدلوا على شخصيات معينة، كون مثلا ان هم ان روجر يبقى من الشخصيات اللي هم يعدلوا عليها، وبعد كده
ينزلوا نسخة تانية روجر ما اتوقعهاش خالص. ليه؟ لان النسخة القديمة هتنافس النسخة الجديدة اللي هم عايزين يبقى عليها طلب وكده، فالموضوع يبقى غير منطقي، خصوصا ان الايه النسخة القديمة تعتبر اصلا يعني بتبقى رخيصة وكده، فما يبقاش في اقبال على نسخة جديدة. هيبقى في اقبال على نسخة جديدة ليه اصلا؟ فاهمني؟ هيبقى في اقبال طبعا، بس مش هيبقى زي لما ما يعدلوش عليها، فاهمين؟ فده برضه هيعطينا هنت عن اللي ممكن يحصل وكده، ده لو يعني عملوا تعديلات على الشخصيات. وبرضه في كلام على ان في تسريب عن ان من احد المسربين ان ايه ان روجر احد الشخصيات اللي هيتم التعديل عليها وكده، فلو الكلام ده طلع صح فغالبا روجر مش هينزلوا نسخة تانية، فاهمني؟ فهي ده الفكرة بتاعت الموضوع. فخلاصة المقطع يا جماعة، ان من ناحية ان ينزل روجر او لا، فانا شايف ان هو مش مستبعد، ولكن يعني مش بنسبة كبيرة، مش يعني نسبته قليلة بصراحة يعني، بس مش مستبعد، مش مستبعد، ومش مستبعد زي ما قلت لكم يعني الاسباب كتير انا حددتها، وكل يوم بيعدي وبيحصل فيه تغيرات معانا في اللعبة على فكرة، بتعطينا هنتات عن اللي ممكن يحصل. يعني مثلا احنا لما شفنا اودن نزل ونزل بقى شخصيه بنتفسر كده، ده برضو كان هنت ان ممكن يكملوا ويقوموا منزلين روجر بالمره. اه ماشي تمام، ده هنت اهو. فاي تغير بيحصل في اللعبه اليومين دول انا برضو هيعطينا هنتات، خصوصا موضوع التعديلات ده لو حصل هيعطينا هنت كبير جدا. لو روجر مش من الشخصيات اللي اتعدل عليها، ده هيزود من الاحتمال بشكل كبير. فبس هو بس كنت حابب ان اناقش الموضوع دون واوضح بعض الامور يعني في المقطع بتاع النهارده. لو استمتعت المقطع واستفدت ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تشاركني برايك في التعليقات، واشوفكم في المقطع القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.